Hello students, today we are going to learn about mathematical calculations أو العمليات الحسابية الرياضية مثل ماذا؟ مثل الضرب، القسمة، والجمع، والطرح. الآن سنتعلم أسماء الإشارات والعمليات الحسابية in English في الإنجليزية. تعالوا معي. درسنا اليوم Mathematical Calculation بالإضافة للSignals اللي هن الإشارات. Mathematical العمليات الحسابية Calculation Mathematical Calculation عمليات حسابية بالإضافة للSignals اللي هي الإشارات. In the first sum أو عملية جمع. في البداية لدي sum. Sum تعني عملية جمع. أما إشارة الجمع، إشارة الزائد، فتعني بلس. إذن الجمع كعملية سام. أما الزائد فهي بلس. مثال، نأخذ مثال 2 بلس 3 equal what؟ equal 5. 2 بلس 3 equal 5. إذن شرط الزائد تقرأ بلس، أما العملية كالكوليشن كعملية فهي سم. عملية الجمع تسمى سم. الآن إلى العملية الثانية وهي عملية الطرح. Subtract. Subtract عملية الطرح. أما إشارة الطرح أو إشارة الناقص، الناقص تدعى ماينس. ماينس ناقص ماينس زائد بلس. إذا ناقص ناقص ماينس. 3 ماينس 1 إيكوال 2. 3 ماينس 1 إيكوال 2. لدي 3 أبل ماينس 1 أبل إيكوال 2. إيكوال 2 أبلز. العملية الثالثة third calculation is multiplication. multiplication multiplication هي عملية الضرب. أما إشارة الضرب فمنقول multiplied by multiplied by أو يمكن عشان نسهل العملية نقول by. يعني 5 ضرب 5 ممكن نقول 5 بخمسة بالعربي. في الإنجليزية نستطيع أن نقول 5 5 by 5 خمسة بخمسة، أو نقول خمسة خمس مرات 5 time 5. نأخذ example مثال 4 multiplied by 3 equal 12. 4 multiplied by 3 equal 12. أمثلة أخرى نستطيع أن نقرأ بطريقة ثانية 4 by 2 equal 8. 3 by 6 equal 18. 5 by 5 equal 25. 3 by 9 equal 27. أو يمكن أن نقرأ 4 time 2 equal 3 times 6 equal 18 وهكذا، أو نقول 5 multiplied by 5 equal 25 وكذلك الأمر. أما العملية الأخيرة division. division وتعني عملية القسمة. أما إشارة التقسيم أو مقسم على فتلفظ divided by divided by. إذن division قسمة، أما divided by مقسم على. مثال example 8 divided by 2 equal 4. لدي هنا 8 hamburger قسمناها division قسمنا divided by 2 قسمنا على 2 فعندي 4 group 4 مجموعة.
four groups. كل مجموعة فيها two hamburger. إذن eight divided by two equal four. الآن سنأخذ كل عملية مع ترجمتها وكل signal مع ترجمته. calculation عملية، signal إشارة. عملية الجمع تدعى sum، إشارتها زائد plus. طرح subtract، إشارتها minus ناقص. multiply أو multiplication وتعني الضرب، إشارتها multiplied by. division قسمة، إشارتها divided by. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.